مرحبا حبايبي، اليوم بتدمل انا وياكم طريقة حلو صيفية وكتير كتير سهلة وبسيطة وعن جد كتير طيبة وبتتحضر معنا بأقل من 10 دقايق. اول شي عنا بسكوت، فيكم تستعملوا اي بسكوت متوفر عندكم، بس هيدا البسكوت بيجي على جوز الهند كتير بيعطي طعمة طيبة. فريز، فراولة، حليب، نسلي، جبنة ماسكربوني. لنبلش الطريقة، بحط فوق الفريز هيدا ملعقة طعم سكر، بحركهم مع بعض. لا حطت سكر، حطت سكر عشان الفريز يعمل شوي مي خفيف تجي على البسكوتات لما نحطهم. حطهم على جنب لحضر الجبنة والنسل والحليب مع بعض، نخلطهم. بنحط الجبنة، نسلي، حطينا نسلي حوالي 3 معالق طعام، الحليب، خلطهم مع بعض منيح ليمزجوا. بس خلطناهم عطونا هيدي السماكي، بعد بدي ضيف حليب ليصوروا مثل اللبن عنا. كمان بضيف حليب، بعد كوب صغير حطيت هذا القوام اللي بدي اياه، هذا القوام المطلوب. حطينا كوبين صغار من الحليب، فيكم تستبدلوا جبنة الماسكربوني بعلبة قشطة، بس اذا حطيتوا قشطة شو بتعملوا؟ بتحطوا كوب واحد حليب عشان القشطة بتجي شوي قطرة من جبنة الماسكربوني. بحطن على جنب. هلا شو بعمل انا؟ عنا هيدي الصينية، كسر بسكوت هيك، حيلا منكسرهم بهيدا الشكل. بحط فريز، شايفين عملوا شوي مي رطبوا، بس حطينا السكر. برجع بكسر بسكوت بوزعهم هيك بهيدا الشكل، كمان برجع بحط فريز، فراولة، هلا بحط الخلطة اللي عملتها أنا وياكم. راح احط زين شي خفيف، هذا شكل خفيف من زين. إذا حبينا راح احط بس هيك منظر حبتة مع عنب. هذا الحلو صارت جاهزة للتقديم، شفتوا ما أسهلها؟ كتير سهلة وبسيطة وبتتحضر بأقل من 10 دقايق. وقت الضيافي شو بتعملوا بهيدا الشكل؟ بتعبوها بأكواب، شايفين شكلها بشهي اسم الله.
اذا حبيتوا بتحطوا على الوجه حبة فريز بهيدا الشكل. كمان فيكم تحطوا حبة عنب. شايفين شكلها شو حلو؟ كتير كتير حلو، سهلة وبسيطة وكتير رائعة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.